موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. يحتفل لبنان بذكرى الاستقلال، وللأسف لم يبقى من الاستقلال إلا الذكرى. فاليوم نقف على الأطلال لندرك تماما أن أحوالنا وللأسف باتت يا شباب الإصلاح أسوأ بكثير مما كانت عليه منذ 75 عاما. ونحن اليوم لابد لنا على أعتاب هذه المناسبة الوطنية إلا وأن نقف معكم وقفة تأمل وتفكر بهذه الأوضاع العصيبة التي يحتفل فيها لبنان بهذه المناسبة الوطنية، وأحوالنا وأوضاعنا المعيشية والسياسية والاقتصادية يرثى لها وللأسف. لتعلموا تماما أن هذه الكينونة اللبنانية من خلال هذه المساحة الجغرافية 10452 كيلومتر مربع كانت نتيجة ترسيم ونتيجة تقسيم لمكلفين بتقسيمنا وتقسيم قطعة الجبنة بين أقطاب دول كبرى، بين الفرنسيين وبين البريطانيين وبين اليهود. فكم وكم نسمع وسنسمع سيمفونيات يتبجع فيها كثير من المنافقين ممن باعوا الوطن وتاجروا بالوطن وقامروا بالوطن ورعوا الفساد في هذا الوطن، والوطن من مقامرتهم ومتاجرتهم براء براء براء. لذلك دائما وأبدا ندعو الله العلي القدير أن يرزقنا الأمان في لبنان وفي كل الأوطان، في الشام وفي العراق وفي فلسطين. لا يعني أن تكون لبنانيا أي أن تنسلخ عن محيطك وعن إقليمك وعن أمتك. فالشاعر المؤمن يقول: وطن الحر ليس أرضا وماء أو بيوتا رفيعة البنيان حيث تسمو مبادئ حيث تعلو راية الله، هذه أوطاني. اللهم آمنا في أوطاننا ورد عنا كيد أعدائنا، واجعل اللهم هذا البلد سالما آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. قد بلغ اللهم فاشهد. عشتم وعاش الإسلام عزيزا في وطننا الحبيب لبنان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثانوية الإصلاح الإسلامية.